مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم مجتمع واعي، ومثل ما مسيت عليكم ومسي بالخير على زميلتي لولو. يا مرحبا فيك. مساك الله بالخير والصحه والعافيه ان شاء الله يا فواز، ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. طبعا البحرين تتمتع ولله الحمد بقاعده صلبه لتقنيه المعلومات والاتصالات، جاءت نتاجا لرؤيه ثاقبه لصاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. هذه الرؤيه الراميه لتطوير تكنولوجيا المعلومات لدعم جهود المملكه في مجال التحول الالكتروني واستدامتها في مملكه البحرين يا فواز. بالفعل يا لولو، يعني ولما شهدنا الظروف الاستثنائيه اللي يمر فيها العالم اجمع، كانت المملكه جاهزه في مواجهه هذا التحدي الجديد على مختلف الأصعدة، ومنها مواصلة العمل عن بعد وتسهيل كافة الإجراءات إلكترونيا. مشاهدينا الكرام، راح نستهل معاكم حلقتنا اليوم بأبرز الأخبار، لكن من بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد، ونبدأ معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث أثنى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه خلال زيارة جلالته إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. أثنى جلالته وأيده الله على الإسهامات والجهود الصحية الكبيرة والمتواصلة اللي تقوم فيها قوة دفاع البحرين لمواجهة فيروس كورونا ضمن الحملة الوطنية لمكافحة هذه الجائحة اللي تعرض لها العالم بأسره. وأشاد صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالجهود الوطنية اللي تبذلها السلطتين التنفيذيتين التشريعية والتنفيذية لحفظ صناديق التقاعدية لمصلحة المواطنين، مثنيا جلالته أيده الله على التعاون الإيجابي المستمر بين السلطتين، مؤكد حفظه الله ورعاه على أهمية تعزيز كافة مساعي الدعم لذوي الدخل المحدود بما يلبي لهم ولأسرهم الاستقرار المنشود، ويسهم في مواصلة البناء على ما تحقق نحو مزيد من المنجزات الوطنية الرافدة لنهضة مملكتنا الغالية. وشكر صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه كافة الطواقم الطبية والإدارية العسكرية والمدنية على الجهود الإنسانية الحثيثة والمثمرة ووقوفهم بثبات وإقدام لمواجهة هذه الجائحة والحرص على تحقيق النجاح، مضيفا رعاه الله بأنهم من خيرة أبناء وبنات البحرين لنعتز فيهم في مثل هذه المواقف النبيلة، ويدعم ذلك أيضا وعي وتكاتف أهل البحرين جميعا. وفي خبر آخر، أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في بيان استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية لحين تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات انتشار المرض وفقا لما تقرره الجهات الطبية المختصة. ودعا المجلس أيضا الجميع إلى تحمل المسؤولية الشرعية والوطنية بالالتزام بتوجيهات المختصين وتعليماتهم حفاظا على أنفسهم وأهليهم وذويهم ومواطنيهم، ويؤكد أن التزام الناس بمسؤولية تامة من أهم الأسباب لتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.
كورونا وشلون نقدر نسيطر عليه؟ باختصر لكم الإجابة في كلمات. المجتمع أربع فئات A و B و C و D. A هم أول حاملي العدوى، عملية البحث عنهم سهلة وذات جدوى، أغلبهم تماثل للشفاء. لكن A مع C أصدقاء أو بينهم قرابة أو يمكن زملاء. العدوى لهم تنتقل، بس ممكن نستغل معرفة A فيهم ونوصل لهم ويتم عزلهم وملاحظتهم. لكن A قبل لا يلقى C تصادف مع B، وهو شخص ما يعرفه لقاه في مكان عام وما في أي شيء هام يجمعهم. وهني تصير صعوبة الوصول لهذه الفئة، لأن ما حد يعرفهم ولا هم يدرون أصلاً عن إصابتهم. أما دي فهو شخص في البيت قاعد، ما له شغل في أحد وعن الكل متباعد، لكنه يوم قرر يطلع تحول وما قدر مثل أول يرجع، لأن في طلعته التقى بالصدفة مع شخص غريب ما يعرفه هو بي، فصادته العدوى وتحول من دي إلى بي آخر. وهني ما نقدر نكتشف بي إلا من خلال البقاء في البيت والتباعد الاجتماعي، وبتبدأ تطلع على بي أعراض العدوى، وبهذه الطريقة بنقدر نوصل حق بي ونعزلهم ونعالجهم ونقلل من نسبة العدوى في المجتمع. وأكيد نسبة تسجيل حالات جديدة راح تقل إذا كل فرد التزم بالإجراءات الصحية والتعليمات الوقائية اللي حددتها الجهات المختصة، بالإضافة إلى تحميل تطبيق مجتمع واعي اللي يسهل من طريقة تتبع المخالطين ومعرفتهم علشان يتم القضاء بإذن الله على فيروس كورونا. التزامك يصنع الفارق. حياكم الله مشاهدي الكرام. في ظل استمرار هذا الوضع الاستثنائي في المملكة، في جهود هناك متواصلة من مختلف المحافظات في البحرين لمساندة الفريق الوطني للقيام بمهامه لمكافحة فيروس كورونا بكل عزيمة وأصرار. طبعا المحافظة الجنوبية هي أحد الأهم الجهات اللي تواصل القيام بالعديد من الجهود والأنشطة الفاعلة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بمشاركة فاعلة من قبل أفراد وضباط وزارة الداخلية. المحافظة أيضا يلولو قامت بتنفيذ حملات التطهير الاحترازي والحملات التوعوية بمتابعة مستمرة من سمو المحافظ الشيخ خليفة بن علي آل خليفة بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين. خلينا نتابع معاكم مشاهدينا جانب من عملية التعقيم اللي جرت في المحافظة الجنوبية، وبالتأكيد راجعين للحديث أكثر عن هذا الموضوع. كل شكر وتقدير طبعا لسمو الشيخ خليفة بن علي محافظ الجنوبية على دعمه هذه الفعالية ورعايته، بالإضافة لشكره وتحفيزه لشباب الوطن اللي ساهموا في تعقيم الاحترازي في السوق الشعبي عندنا في مدينة عيسى. ولا شك أن هذه الجهود كلها تتكلل في مساندة الفريق الوطني في القضاء على كورونا، وإن شاء الله بإذن الله عما قريب نسمع الخبر بحيث أن الله يرفع البلاء إن شاء الله عن مملكة البحرين عن جميع دول المسلمين. فرحين اليوم متواجدين في السوق الشعبي ضمن مبادرة من مبادرات كثيرة من محافظة مديرية الجنوبية. طبعا عندنا تعقيم السوق الشعبي للمواطن والمقيم، يعقمون جميع الأشياء طبعا اللي تعامل معها المواطن والمقيم بشكل مباشر أو غير مباشر. حضورنا اليوم يشرفنا لأن طبعا متواجدين مع الشباب من فريق التعقيم، مع رجال الأمن الله يعطيهم العافية، مع رجال الدفاع المدني، إعلاميين، نواب موجودين معانا، وطبعا احنا كمجلس بلدي بعد متواجدين هنا في هذه المبادره اللي طبعا مبادره من المحافظه تحت سمو الشيخ خليفه بن علي آل خليفه محافظ. و
ضمن توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية تأتي حملة تطهير احترازي التي قيمت في مساء هذا اليوم بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني ومديرية المحافظة الجنوبية وعدد من الجمعيات والمتطوعين. تأتي هذه الحملات من ضمن سلسلة راح تكون فيها تشمل جميع مناطق المحافظة الجنوبية خلال الفترة القادمة. نشكر سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة على هذه المبادرة الطيبة التي يعني اليوم أطلقها لتعقيم مدينة عيسى، وهذا شيء مش غريب على سموه. الحقيقة يعني سموه دوم هو يعني يتواصل مع الأهالي، دوم يعني يسأل عن مشاكل الأهالي، واليوم لله الحمد يعني تلقينا دعوة من سموه أن في مدينة عيسى سوف يتم تعقيم اللي هو أول شيء سوق الشعبي ومرافق سوق الشعبي، وهذا شيء طيب. فلله الحمد يعني مدينة عيسى تفتخر في هذه اللحظة، في هذه الوقت الذي يعني نحس أن جميع الأهالي يكونوا ملتحمين لمشاركة في هذا التعقيم، وهذا شيء يعني واجب وطني علينا احنا كلنا نساند سموه في هذه الحملة. ولله الحمد يعني حملة خطوة جيدة في مدينة عيسى، ولله الحمد يعني احنا عرفنا انه مو بس في مدينة عيسى، في جميع مناطق البحرين. حياكم الله، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة النقيب محمد عبد الرحمن البوشليبي ضابط التنسيق الأمني. يا هلا ويا مرحبا فيك النقيب محمد. لو تكلمنا ما هي الإجراءات والأهداف اللي اتخذتها المحافظة في تنفيذ حملات التطهير أو التعقيم الاحترازي؟ أولا أمسيكم بالخير وتقدم بالشكر الجزيل لبرنامج مجتمع واعي على الدور الإعلامي المميز في إيصال ما تقوم به المحافظة الجنوبية من دور بارز في مختلف البرامج. طبعا ضمن توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظة المحافظة الجنوبية، تعمل المحافظة الجنوبية على البرامج والمبادرات الهادفة وترسيخ دعائم الأمن في كافة مناطق المحافظة بالشراكة مع مختلف الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كوفيد-19، وذلك تنفيذا توجيهات سيدي معالي فريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في تحقيق شراكة مع مختلف الجهات والأجهزة الأمنية، حيث تم وضع خطة زمنية منظمة لتشمل عمليات التطهير الاحترازي جميع مناطق المحافظة الجنوبية واللي تم اعتمادها في اللجنة الأمنية. وقامت حملات التطهير الاحترازي في شراكة الأمنية مع الإدارة العامة للدفاع المدني وعدد من المتطوعين والأهالي، حيث بدأت المرحلة الأولى بمنطقة الزلاق ثم منطقة الرفاع، وبالأمس كانت الحملات في منطقة مدينة عيسى، وخلال الفترة القادمة سيتم تغطية مختلف مناطق المحافظة الجنوبية واللي تسهم في تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال بذل الجهود لضمان أمن وسلامة الهادي والمواطنين. نعم النقيب محمد، يعني كيف قامت المحافظة بتعزيز التباعد الاجتماعي مع الجهات ذات العلاقة والمؤسسات أيضا الأهلية؟ طبعا أخوي فواز، شهدت المحافظة برأي كريم من سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية ندوة افتراضية تحت عنوان تعزيز مفهوم التباعد الاجتماعي في المجتمع عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية بمشاركة الأكاديمية الملكية للشرطة وإدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية وزارة الصحة ومستشفى الملك حمد الجامعي، وحضور ما يقارب 40 جهة من ممثلي المؤسسات الأهلية اللي تقع ضمن نطاق المحافظة. وقد ساهمت ندوة تعزيز التباعد الاجتماعي في المجتمع في إبراز مفهوم التباعد الاجتماعي كمبدأ أساسي، والذي يعكس حرص المحافظة في إقامة العديد من المبادرات اللي أكست على تحقيق التباعد وتوعية المواطنين من خلال استخدام التقنية الحديثة كوسيلة فاعلة لعقد سلسلة من اللقاءات والندوات الافتراضية عبر استخدام تقنية الاتصال المرئي. نعم، يعني نقيب محمد، لو عطتك الفرصة أن توجه كلمة سواء لرجال الدفاع المدني أو حتى للمتطوعين اللي شاركوكم في هذه الحملات، شنو تحب تقول لهم؟ طبعا أختي الدكتورة لولو، كل الشكر لرجال الدفاع المدني على الجاهزية والشراكة الفاعلة
مع المتطوعين ليبذلون الغالي والنفيس للحفاظ على أمن وسلامة الوطن العزيز، وشاكر لكم على هذه الاستضافة. يعطيك العافية النقيب محمد عبد الرحمن البشليبي، ضابط التنسيق الأمني، كل الشكر والتقدير على جهودكم وتواصلكم الدائم. بالمملكة ترفع بها راس وجبين، كلنا فخر بالمملكة ترفع بها.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. مؤخرا أصدرت مجموعة من القرارات المهمة اللي دارت حول إصلاح الأوضاع للصناديق التقاعدية في مملكة البحرين بناء على الآراء العلمية للخبير الأكتواري لولو. طبعا الموضوع اليوم جدا جدا مهم. هذه الصناديق في مملكة البحرين هي من أبرز المقومات اللي احنا فعلا نعتمد عليها كمواطنين عشان نوفر حياة كريمة للمتقاعدين، للأجيال اللي سبقتنا والجيل الحالي، وبعد للأجيال القادمة يا فواز. بالفعل لولو، يعني المرسوم الملكي لجلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه أكد على الحرص الكبير اللي توليه مملكة البحرين لتصحيح أوضاع هذه الصناديق ومستقبل الأجيال القادمة وأيضا المتقاعدين. وطبعا كل ما جاء في المرسوم من قرارات مهمة أكد جدية النظر والسعي لإطلاع المواطن الكريم بالأرقام على أوضاع هذه الصناديق وحقيقة التحديات اللي تواجهها على غرار العديد من دول العالم. مشاهدينا راح نتابع معكم هذا التقرير وراح نرجع نواصل كلامنا في هذا الموضوع اللي أكيد يهم كل شخص فينا. بهدف تحقيق استدامة للصناديق التقاعدية والانطلاق من بنية متينة وقوية تقف في وجه أي ظرف أو طارئ، صدر مرسوم بقانون بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، يؤكد على ضمان حق المواطن واستدامة هذا الحق وتحقيق كافة السبل لعيش كريم وملائم في مملكة البحرين. الإصلاحات الطارئة أتت لتطوير الوضع العام للصناديق التقاعدية التي كانت بين مفترق طريق بين إصلاح تلك الصناديق لضمان استدامتها وبين نفاذ أصولها، ليتم اختيار الطريق الصحيح الذي يضمن حق المستفيد ويحقق الاستقرار لجميع الأطراف. التعادل والتوازن شرط أساسي في استمرار التنمية وتطوير آلية عمل الصناديق التقاعدية، وتأكيدا على أهمية التوازن أولت الحكومة الموقرة كل الاهتمام بأصحاب المعاشات المحدودة من حيث مراعاتهم ودراسة خصوصية وضعهم الاقتصادي. مملكة البحرين تقطع أشواطا كبيرة وتؤكد التزامها التام بأن المواطن هو الأولوية من خلال تطوير الآليات وسن القوانين التي تحفظ مصالح المواطنين لسنوات قادمة للعيش باطمئنان واستقرار اقتصادي. طبعا للحديث اكثر حول هذا الموضوع المهم وكل ما يدور حوله من تساؤلات، يسعدنا ان تكون معنا في الاستوديو سعاده الاستاذه ايمان مصطفى المرباطي، الرئيسه التنفيذي للهيئه العامه للتامين الاجتماعي. مرحبا فيك استاذه ايمان، سعداء جدا بوجودك معنا اليوم. يا هلا ويا مرحبا فيكم، ونرحب بالمشاهدين الكرام. وفعلا هذا موضوع جدا مهم، نتمنى نوصل كل المعلومات اللي المشاهد يحب يسمعها ويعرفها ودي تعرف على أهم ما يدور عنها، خاصة أن هذا الموضوع يلامس كل شرائح المجتمع من موظفين في القطاع العام وموظفين في القطاع الخاص. يعني بالفعل بعد أستاذة إيمان أنا ودي أشكرك فعلا لتواجدك في الإعلام على مدار 3 أيام، يعني من طلع المرسوم وإحنا فعلا قاعدين نشوفك أن أنت قاعدة تحاولين تكونين موجودة على كل المنصات الإعلامية عشان هدف واحد فقط، هو إشراك المواطن في حق المعلومة. إن شاء الله يا ربي اليوم خلكم معانا راح تأخذون كل المعلومات من مصادرها الصحيحة، وإن شاء الله يا ربي نقدر أن إحنا ننقل كل الاستفسارات اللي عندكم للسيدة إيمان المرباطي، وإن شاء الله يا ربي تحصلون الإجابة من مصدرها الصحيح بالضبط. اللي راح إن شاء الله يكون برنامجنا مناصلة، وبدلا من الإشاعات اللي تسمعونها من هني وهناك خلكم مع البرنامج ومع مجتمع معي ومع تلفزيون البحرين بالتحديد، راح تعرفون المعلومة ودقة المعلومة. أستاذ إيمان، ودنا يعني من خلالك نتعرف على القرارات، أهمية القرارات اللي جاءت في المرسوم الملكي اللي جاءت الملك المفدى، وهل هي فعلا مفيدة في إصلاح وضع صناديق التقاعد؟ في البداية أبي أوضح أن هدف الهيئة هي الاستمرار في صرف المعاشات، هذا الهدف الرئيسي، هذا الهدف الرئيسي، وانشأت من أجل حياة كريمة للمواطن. لذلك إحنا دائما نتأكد من التزامات الهيئة تجاه المصروفات والاشتراكات.
إذا إحنا شفنا أن المصروفات زادت عن الاشتراكات لابد أن إحنا ندرس أوضاع الصناديق، فلذلك إصدار مثل هذا المرسوم لإنقاذ الصندوق من عجز اكتواري كان موجود 14 مليار. إحنا وصلنا للعجز الاكتواري في سنة 2012، عجز حقيقي أصبح. فأحين إحنا وصلنا لمرحلة أن المصاريف قاعدة تطوف الاشتراكات بمبالغ كبيرة. صحيح. فإذا استمرنا في هذا الوضع راح نوصل في يوم من الأيام ما نقدر نوفي التزامات. نعم، إحنا هذا الشيء اللي ما نبي نوصل له مطلقا، ما نبي شخص في مملكة البحرين يوصل لسن التقاعد وبعدين ينقال له ترى أنت ما عندك ما لك شيء عندنا، أو أنه ما عندنا قدرة على الإيفاء بالمستلزمات الخاصة بك. يعني أستاذة أنا راح أتكلم كلام الشارع نفسه، نفس الأسئلة اللي تدور في مخهم. إحنا نسمع إنه وكثر الحديث عن أسباب كثيرة حول تراجع في الصناديق التقاعدية. في ناس تقول والتداول إن من أهم الأسباب هي يعني إن في خسائر هناك واضحة في الاستثمارات، وفي البعض يتكلم عن إن لا في أعداد زيادة في أعداد المساهمين. لو توضحي لنا بشفافية مطلقة شنو هي الأسباب اللي خلتنا نوصل حق العجز الاكتواري؟ من خلال الدراسات الاكتوارية اللي تمت في الفترة الأخيرة سنة 2018 طلبنا من عند الخبير يعطينا الأسباب، أعطانا جزء من الأسباب. أول نقطة زيادة الأعداد المتقاعدين. النقطة رقم اثنين تخفيض الاشتراكات، كان في فترة من الفترات خفضنا الاشتراكات من 21% في القطاع الحكومي إلى 15%، في القطاع العام والخاص تخفضت إلى 15%، فهذه أثرت على الصندوق في ذاك الوقت. كانت هذه لها مثل ما تقولين أسبابها، لكن استمرينا فيها. النقطة رقم اللي بعدها انخفاض متوسط عمر المتقاعد المستجد. لما يدخل لنا متقاعد يكون عمره صغير، فأنا بضطر أصرف معاشات تقاعدية قبل سن الستين. يعني مثلا لو موظف عنده أو موظفة في القطاع الخاص بالذات عندها 15 سنة خدمة تطلع تقاعد، لما تطلع تقاعد أنا بصرف معاشات كأن عمرها 35 أو 40 سنة قبل وبلوغها سن الستين، فأنا 20 سنة قاعدة أصرف المعاشات التقاعدية، فمدة صرف المعاشات التقاعدية تصير أطول من مدة تمويل الصندوق نفسه، وهذه خلل يعني موجود فلا بد من معالجته. الزيادة السنوية زيادة مركبة، لما كنا لو كانت بعد زيادة بسيطة بتكون شوية وطأتها أخف، بس الزيادة صارت مركبة، فإحنا سنويا وصلت بعض المعاشات انها طافت الراتب اللي كان يستلمه الشخص. يعني استاذ خلينا نوضح حق الناس شنو يعني الزياده السنويه، هي زياده مركبه. الزياده المركبه ان انا لما اعطي زياده في السنه الاوليه، في مثلا في سنه 98 بدات الزياده في القطاع الحكومي. نعم. و2013 او 14 بدات في القطاع الخاص. اول ما اربط المعاش احط عليه اضيف عليه الزياده السنويه تدخل ضمن المعاش. السنة اللي بعدها أعطي على المعاش زائد الزيادة. نعم. تدخل في الراتب الأساسي. تدخل في الراتب الأساسي. فهذه الزيادة تصبح حقها من حقهم بعدين. بالفعل. فأنا سنة بعد سنة قاعدة أزيد المعاشات إلى أن وصلنا إلى أن بعض المعاشات وصلت إلى نفس الراتب. بالضبط. فهذه واحدة من الأسباب. في سبب عندنا صرف علاوة تحسين المعيشة. نعم. لأن الموظف اليوم إذا كان هو على رأس الوظيفة يستلم 150 دينار ويشتغل 15 سنة كم بعطيه معاش تقاعدي؟ برفعه إلى الحد الأدنى بقول 150 دينار، فهو يشتغل فبصير المجموع أعطيه 150 وهو متقاعد بعطيه 150 وبضيف له علاوة تحسين معيشة. صحيح. فصار يستلم 300 دينار. نعم. فهذه أمور يعني إحنا قد نقول هذه رواتب بسيطة، لكن الشريحة كانت كبيرة. نعم. لو كانت ذي الرواتب البسيطة شريحتها أقل إن كان الوضع شوية أفضل من الحين. ومع ذلك أستاذة برجع للسؤال الأولي لولو لو سمحتي. نعم. بس هل فعلا هذه القرارات مفيدة في إصلاح وضع الصناديق؟ هذه القرارات اللي صارت الأربعة راح تمد عمر الصناديق 6 سنوات فقط. 6 سنوات فقط. 6 سنوات. يعني إحنا الحين في خطر. أكيد في خطر، لأن إحنا نبي الـ10 الإصلاحات
العشر إصلاحات كلها حزمة واحدة راح تمد عمر الصندوق إلى سنة 86. إذا خذينا إصلاح إصلاح يعني 66 سنة راح تمد في حالة تطبيق العشر توصيات. العشر توصيات حزمة واحدة. إذن ليش جزأتوها؟ ليش ما طبقتها والعشر؟ إحنا لأن قلنا في عندنا إصلاحات طارئة على الأقل أنا أمشي في هاي السنوات. الست النقاط راح تتناقش في بين السلطة التشريعية والحكومة. نعم. راح يتناقشون فيها وإن شاء الله يتم الموافقة عليها. وإحنا بعد فعلاً يعني نتمنى فعلاً من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية صراحة مناقشة هذه الأمور المهمة، لأن وين بنوصل لحد يا جماعة أن ما حد فينا يأخذ راتب تقاعدي؟ يعني إحنا كلنا قاعدين نشتغل ونعيش حياة كريمة، نبي نفس هذه الحياة الكريمة اللي توفرت لنا وإحنا قاعد على رأس العمل نفسها تتوفر لنا عقب ما نكبر ونتقاعد. إحنا قدمنا للبحرين الكثير ونتوقع أكيد في آخر عمرنا ما نبي حد يقعد بدون راتب تقاعدي. يعني رقدي وآمني مثل ما يقولون لولو، بما أن يعني إحنا في مملكة جلالة الملك حمد الله يحفظه ويرعاه، فكل مواطن بيأخذ حقه وزيادة، لا حد يحاتي في هذا الجانب. أستاذ ما بنرجع لك، بس أنا بتكلم عن مشاركتك أمس بالتأكيد في الجلسة الحوارية اللي نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، دراسات اللي تناولت أبرز المستجدات حول صناديق التقاعد وكذلك أيضا الحلول المقترحة لاستدامة الصناديق من وجهة نظر قانونية واقتصادية، بمشاركة وحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء السلطة التشريعية ورجال الفكر والصحافة. زميلنا العزيز يحيى العمري حضر الجلسة الحوارية وعد لنا تقرير راح نتابع معاكم ونرجع لاستكمال حديثنا مع الأستاذ إيمان. في أجواء من التحاور وتبادل وجهات النظر جاءت هذه الندوة الحوارية في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، دراسات حول نظام التأمين الاجتماعي ومستقبل الصناديق التقاعدية في مملكة البحرين بحضور نخب برلمانية واقتصادية واجتماعية وإعلامية. طبعا اليوم الكل اتفق في الندوة أن هناك مشكلة، ومشكلة كبيرة في الصناديق التقاعدية يجب إصلاحها، ولكن تباينت وجهات النظر ويوجد تباين في وجهات النظر على كيفية حل هذه المشكلة. احنا في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة ندعو كل من عنده حل جذري لمشكلة الصناديق التقاعدية أن يقدم لنا دراسة أو يقدم لنا مجموعة من الأفكار، ونحن مستعدين لمناقشتها ودراستها مع المختصين في هذا المجال. هو أهم نقطة أن احنا نوصل الفكرة لجميع المشتركين والمتقاعدين والمستحقين بأن أي إجراء احنا راح ناخذه لصالحهم، وهذه جدا مهم لاستدامة الصناديق، لأن استدامة الصناديق ما يصير فئة معينة تستنزف كل أموال الصندوق، الفئة اللي بتي عقبها ما لها أي حقوق. فهذه مهم جدا أن نكون كلنا في شراكة بيننا أن نفهم وضع الصناديق وندافع عنها. يعني مو بالقصد أن احنا نقلل من المنافع، القصد أن احنا كلنا مشتركين ندافع عن الصندوق. حوار بناء وتبادل متزن لوجهات النظر والتساؤلات أجاب عنها متحدثون الندوة باستفاضة وتفصيل كبيرين توافقت على إثرها آراء المختصين وذوي الخبرات على أهمية ما صدر من قرارات تصب في مصلحة استدامة الصناديق التقاعدية للأجيال القادمة. قضية التقاعد قضية مهمة تمس كل مواطن بحريني، وبالتالي هذه فرصة طيبة للاستماع إلى الرأي الرسمي من الهيئة المعنية ومن الأشخاص اللي شاركوا في رسم السياسات والإصلاحات اللازمة. وبالإضافة لذلك جرى حوار طيب ومفيد وثري حول هذه التفاصيل، ونتمنى أن جميع الذين حضروا ومن يتمكن للاستماع للمحاضرة يستفيد من هذه المعلومات. ثقافة تبادل المعرفة حول ما يستجد من موضوعات مهمة نهج يؤكد الدور المحوري لمراكز البحوث والدراسات والتي ينتهجها مركز دراسات من منطلق دوره الوطني وإسهاماته في إثراء المعرفة العامة والتحليل والتدارس وفق أسس منهجية ومعرفية متزنة. طرح علمي ومهني جاء في إطار ندوة حوارية ناقشت نجاعة وأهمية ما تم اتخاذه من قرارات استراتيجية بهدف الحفاظ على استدامة صناديق التقاعد في المملكة. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.
حياكم الله ومتواصلين معكم مشاهدينا، والحديث دائما وابدا عن صندوق التقاعد. وعوده لك استاذ ايمان، نتكلم عن نص القرار. نص القرار تكلم عن ايقاف العلاوه حاليا، زياده سنويه بالتحديد، ومو بالغائها. فيعني لو بنتكلم مع الاخوان اللي بيتقاعدون او حتى المقبلين على التقاعد، ممكن يعود تفعيل 3% في المستقبل. يمكن لو نلاحظ نص المرسوم او القرار نتطرق الى 3 نقاط. النقطه الاوليه ان الايقاف بيكون مؤقت، ما هو بالقاء، وهذا شيء وايد يكون في صالح المتقاعدين، على اساس انه لما انت تبي ترجع له بيكون وايد اسهل، لان انت حطيت في النصوص ان شلون انت ترجع للزياده السنويه. نقطة رقم 2، لابد وجود فوائض، فأتطرق لوجود الفوائض وتستخدم لزيادة المعاشات، وبنراعي فيها ذوي الدخل المحدود أو ذوي أصحاب المعاشات المحدودة، وفي نفس الوقت أنت بتنظر للمؤشر أسعار المستهلك، فكلها تساعد في أنه إن شاء الله ترجع. لما تكون في فوائض مالية إن شاء الله بترجع ان شاء الله. يعني لو نتكلم عن النقاط الاساسيه، ايضا بعد المرسوم ذكر ان في عمليه دمج راح تصير بين الصندوقين، صندوق التقاعد وصندوق التامينات. شنو فائده هذا الدمج؟ الدمج هذه لمد عمر الصناديق، لان اذا احنا اليوم خلينا كل صندوق بروحه، فاول نقطه الخبير قال لنا انت ندمج الصناديق. نعم. لما ندمج الصناديق كل ايراداتها واستثماراتها راح تكون في صندوق واحد، في استثمارات واحدة. في نفس الوقت أن إتاحة الفرصة لاستخدام مواردها بشكل أفضل، فهذه بيساعد على الصندوق. يعني إحنا إذا نظرنا لكل صندوق بروحه ما راح يمد عمر الصندوق، لكن لما نقول دمجنا الصندوقين مع بعض راح يوصلنا كالمرحلة الأولية إلى سنة 2030. يعني أستاذة إيمان، في السابق إذا إحنا نتوظف مثلا، كنا نشتغل في قطاع خاص، توظفنا في قطاع عام أو العكس، كانوا يقولون لنا بندمج لكم المدة. أي. يعني ما كانت الصناديق مدمجة، ولا ما كانت استثمار الأموال مدمجة؟ الأموال مدمجة، لكن إذا كان الشخص انتقل من صندوق لصندوق إحنا ننقل احتياطياته. نعم. فلما ننقل احتياطياته نشيلها من الصندوق مثلا اللي كان خاضع له، ونضيفها للصندوق الآخر، ونصرف من الصندوق الآخر. هذه راح يأثر على الصندوق، لأن أنت في الاشتراكات هني الاشتراكات مو متساوية. نعم. في نفس الوقت مدد الخدمة مختلفة، فلما أنا أنقل من صندوق إلى صندوق قد يكون في تأثير. اليوم أنت عندك صندوق واحد، ينتقل الموظف بين القطاع العام والقطاع الخاص بنفس التشريعات في صندوقين مختلفين. على ضوء اختلاف هذه التشريعات ما راح يصير في صندوق مكتمل إلا إذا صارت التشريعات موحدة. إذا صارت التشريعات واحدة والإجراءات واحدة، لأن في أنظمة تخلي في حق كل جزئية شلون أنت تعالجينها. يعني إذا كان موظف في القطاع الحكومي غير عن الموظف اللي في القطاع الخاص. بالفعل. الموظف اللي في القطاع الخاص في بعض الوظائف صعبة، مثل ما تقولين القطاع المقاولات وقطاع هذه، فهذه الوظائف شوية تكون شاقة غير عن الوظائف المكتبية، فلا بد أنت بتراعين كل قطاع بروحه. في حال الدمج ما بين الصندوقين بتوحد كل المزايا حق القطاعين العام والخاص. إذا توحدت الاشتراكات لابد إحنا بنمشي على توحيد المزايا. جميل. اليوم إحنا حاولنا نوحد المزايا، وموجود في مزايا كثيرة توحدت منها الزيادة السنوية. منها الزيادة السنوية. بس الزيادة السنوية أنت اليوم تعطي المنافع في القطاع العام على اشتراك الشخص يدفع 24%. صحيح. نفس المنفعة تبي تعطيها أو نفس الميزة تبي تعطيها في القطاع الخاص على اشتراك 18%، فاختلاف الاشتراكات فيها نقاط. يعني أعتقد أستاذة إيمان هذه دور المشرع البحريني، عشان كذي يعني بعد إحنا نبي المشرعين، مجلس النواب ومجلس الشورى فعلا يعقدون جلسات مثمرة في هذا الجانب، عشان نشوف إصلاحات تمتد لسنوات طويلة، وما يقع المواطن ضحية حق كل فترة في تغييرات معينة يكون هو أو يشعر بأنه هو اللي مس الضرر منها. هذه التشريعات جدا مهمة، راح تضيف أكيد، راح تضيف حتى سلامة، تعطي متانة وسلامة لصناديقنا التقاعدية، وراح تخلينا في مأمن في المستقبل. يعني الحمد لله إحنا لما صارت المناقشة بين الحكومة وبين مجلس النواب ومجلس الشورى كان تفاعلهم، احنا توقعنا انه بيكون ردة فعل قوية، لكن الحمد لله كانوا متفاهمين وايد للوضع،
وكانوا وايد ساندونا، ونتمنى ان بنفس هذه الروح نروح او نناقش النقاط السته اللي باقيه ان شاء الله. وهذا المطلوب، هذا المطلوب، لان في النهايه لصالح المواطن بتنصب في صالح المواطنين الموظفين في القطاعين العام والخاص. استاذ، يعني موضوع الصناديق والتحدي اللي واجه الصناديق مو بتحدي في البحرين بس، هذه تحدي عالمي، صناديق التقاعد تواجه هذا التحدي في كل دول العالم. هل اطلعتوا على تجارب الاخرين في هذا الصناديق؟ هل شفتوا التشريعات الخاصه فيهم؟ لما انا بقعد مع مجلس النواب عارف شنو التشاريع اللي موجوده لدى الدول الثانيه، لدى الامور الثانيه خاصه في مجال التقاعد. تم اكيد تم المناقشه في هذه المواضيع، لان لما يكون الخبير الاكتواري يجيب لنا تجارب الدول الاخرى واحنا نطلع عليها كتجارب الدول الاخرى، وبالاضافه الى تجارب المنطقه نفسها. احنا عندنا دائما اجتماعات تكون سنويه مع دول مجلس التعاون من خلال مد الحمايه التامينيه. لما صار مد الحمايه التامينيه يصير فيها اجتماعات سنويه وقياس لهذه الاوضاع. كل الصناديق تعاني نفس الاشكاليه، بس ان كل دوله حسب قوانينها وحسب انظمتها بتعالج امورها. فاحنا عقب ما نعالج امورنا ونبدا في بعض الاصلاحات، في دول ثانيه بدات ترى في الاصلاحات. صحيح. لان حتى في المغرب بداوا في الاصلاحات، دول ثانيه بدات في الاصلاحات، فاحنا قاعدين نطلع عليها ونشوف وين وصلوا. يعني حتى لما الخبير يعطينا هذه النقاط دارسها من كل النواحي كل التجارب وفي مناطق اخرى. نعم. يعني اكيد راح نرجع نواصل معك هذا الحديث المهم جدا واللي فعلا يمس كل شخص فينا، لكن خلينا نتكلم عن ان خلال امس في الجلسه الحواريه اللي نظمها مركز دراسات، استعرض مدير اداره الدراسات والبحوث بمركز دراسات الدكتور عمر العبيد لاهداف انظمه التقاعد في العالم وانواعها، وايضا تكلم عن التحديات اللي طرات على انظمه التقاعد في مختلف انحاء العالم. خلينا نتابع معاكم شنو قال، وخلينا نرجع لاستكمال حديثنا مع ضيفتنا في الاستديو. سابقا فرضا لك 100 شخص لازم يغطون تقاعد شخصين، وحين تحولت إلى 50 شخص لازم يغطون تقاعد 40 شخص. هذه معادلة رياضية ما تقدر أن تلف وتدور وتتهرب منها. أما ترفع الإيرادات أو تقلل الإنفاق أو يعني مزيج من الاثنين، اللي ساعد وساعدنا بشكل كبير خلال آخر 60-70 سنة في كل أنحاء العالم هو النمو الاقتصادي غير المسبوق، خصوصا في الفتره يعني 1950 الى 1990 تقريبا، كانت معدلات النمو الاقتصادي وايد عاليه وغير مسبوقه تاريخيا، وهذه يسمح لك ان انت تتفادى بعض التضحيات اللي لازم تقدمها. انت تقدر تهرب من كل هاي المشاكل اذا اقتصادك ينمو بشكل كبير، لكن في العصر الحديث هذا الخيار يعني غير متاح. ما في اي دوله حين فريه تنمو بمعدل يتجاوز 3% سنويا. حياكم الله من جديد، لازلنا معكم متواصلين في برنامج مجتمع واعي، وللحديث عن أبرز التعديلات الخاصة بصندوق التقاعد مع الأستاذة إيمان جناحي. أستاذة إيمان، يعني أبرز الالتزامات اللي يجب على الهيئة، إيمان المرباطي عفوا، اللي يجب على الهيئة الإيفاء بها شهريا. أهم التزام صرف المعاشات. صرف المعاشات، ودائما إحنا نتمنى أن ما توقف المعاشات، لذلك إحنا بنضحي بالزيادة السنوية بس ما بنضحي بالمعاش لضمان استمرارية المعاشات. كم المستفيدين شهريا؟ المستفيدين 95 ألف مشترك، منهم مستحقين، والمشتركين 143 مشترك. 143 ألف مشترك منهم 95 ألف يستحقون. لا، ال 95 ألف متقاعدين. متقاعدين حاليا، متقاعدين ومعهم بالإضافة إلى المستحقين. بالإضافة إلى المستحقين. نعم. يعني أستاذة إيمان، تكلمنا مسبقا عن أن هذه التطبيقات اللي راح تصير راح تمد في عمر الصناديق لمدة 6 سنوات فقط، بعدها بيخلينا 6 سنوات. الحين بتشوف إحنا البحرينيين قلقين من 3% بتوقف في ظل زيادة الأسعار، عشان نكون واقعيين، في ظل أصلاً الوضع الاقتصادي عالمياً مو مطمئن، يعني عشان إحنا نقول والله بيدخل علينا خير وبعدين هاي الخير بيقضي الصناديق.
ما هي خططكم للمد؟ حتى إذا تكلمنا عن إن إحنا سوينا 10 توصيات وفعلا نفذناها وفعلا حاولنا ننقذ صناديقنا لسنة 2086 بعد؟ حسب القوانين التقاعدية في عندنا خبير اكتواري كل 3 سنوات لابد أن إحنا ندرس الأوضاع المالية لاستمرار أداء الهيئة أداء الهيئة لالتزاماتها كل 3 سنين نفحص المركز المالي للهيئة. فمن خلال المركز المالي يقدم لنا الخبير وضعنا المالي في المدى القصير والمدى الطويل وشنه الإصلاحات اللي لازم إحنا نمشي فيها. قد تكون لأن إحنا من سنة 2015 عندنا هذا الوضع. 2015 كان بمد عمر الصندوق سنة 2028 للقطاع العام و2034 للقطاع الخاص. هذا لو كنا نفذنا هذه التوصيات عام 2015. شو اللي خلانا ما ننفذها مستاذة؟ يعني إحنا مشينا في كل الإجراءات وكنا نتابع، لكن الخوف إن إحنا بعد في مجال أو شيء من هذا النوع ونحاسب حق زيادة المتقاعد وما إلى ذلك، فأسباب كثيرة يعني تخلينا ما مشينا في هذه الخطوة. اليوم وصلنا لمرحلة، لذلك إحنا قلنا 4 نقاط إنقاذ. إذا ما صارت 4 نقاط راح نكون في وضع أخطر من كذي. إذا إحنا اليوم نفكر في دائما ندرس الأوضاع قبل وقتها. صحيح. فإن شاء الله في لما نكون إذا سوينا الإصلاحات 10 راح يكون الخبير الاكتواري عقب 3 سنين بعد بيكون موجود ويانا وبيعطينا رؤيته. إن شاء الله يا ربي نشوف النتائج إن شاء الله. دائما إحنا نتفائل ونقول إن شاء الله يكون في الوضع أفضل. وان شاء الله ما تكون الاوضاع مثل ما هي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يعني اليوم كلنا نتابع ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصه في ظل الانفتاح في التعليقات في البوستات اللي قاعد تنزل في مواقع التواصل في الحسابات مختلفه، شلون نوصل لهم معلومه بان حقوق المساهمين كلها موجوده وفي مأمن ولا حد يحاتي هذا الكلام؟ نقدر احنا بالذات اذا تمت العشر الاصلاحات هذه هي النقطه الوحيده اللي احنا نقول لك ترى بنمد عمر الصناديق إلى سنة 66 سنة. نعم. فإذا مدينا عمر الصناديق كان الأساس المحافظة على المعاشات والتعويضات والشسمة والحقوق والحقوق الخاصة بإصابات العمل. هذه نقطة أساسية موجودة عندنا، فلذلك إحنا نقول الأساس لازم نحافظ عليه. بالضبط. فلما تكون هذه الإصلاحات شوية بتعدل من الأوضاع، وإن شاء الله بعد ندرس الأوضاع الثانية إن شاء الله تكون أفضل إن شاء الله. يعني أستاذة قبل أن ندخل على الهواء قلتي لنا راح تستحدثون منصة للرد على استفسارات جميع المواطنين من خلال الأسئلة والأجوبة المتكررة، لو نتكلم عن أهم الأسئلة المتكررة اللي توصل لكم أنتم كهيئة. بعض الأسئلة اللي كانت توصل لنا إحنا طبعا نحاول نرصدها، كنا والجماعة متخوفين من المعاش التقاعدي اللي اليوم المتقاعد يستحقه وهو خارج العمل، فعنده معاشين، معاش من القطاع العام ومعاش من القطاع الخاص مثلا. فإحنا نأكد لهم أن المعاشين راح يستمرون لأن ذي تعتبر حقوق مكتسبة لهم وما راح نرجع عليها، لكن راح تعالج داخليا. أن إحنا لما يكون عندنا اليوم صندوق واحد راح نعالجها داخليا بحيث أن المتقاعد ما راح يتأثر منها. نعم. النقطة الثانية، الكل يسأل إذا كان هو عنده معاش في القطاع في قطاع مثلا العام أو الخاص وما زال يعمل، فشن هو الحل بالنسبة له وعنده مدة مثلا مؤهلة للمعاش؟ فهذه كلها راح نعالجها لهم، لأن كان النص النقطة هذه. نعم. في المرسوم أن أنت تخيره، تبي تستمر في المعاش تستلمه أنا ما بأمن عليك. إذا أنت ما تبي المعاش، تبي تضم مدة خدمتك الأولية إلى الجديدة، فهني بنوقف المعاش وبنعتبرها مدة متصلة وبعد بنعالجها، وراح تكون في لوائح تنظم هذه العملية كلها، وراح ندرس الحالات اللي تصير في الوسط احيانا تطلع لك حالات قريبه. نعم. يعني نعم. فلا بد بنعالجها في مرونه راح تكون في التعامل معها، ودائما احنا بنعالجها في صالح المواطن يعني. اكيد استاذ ايمان راح نتواصل معك بالتاكيد، لكن خلينا نطلع فاصل نتعرف من خلاله على الكثير من المعلومات، وراجعين للاستاذه ايمان المرباطي للحديث عن صندوق التقاعد.
عودة لكم مجددا مع الموضوع اللي شاغل وهو الحديث الشارع البحريني هذه الأيام. يعني أستاذة لو نتكلم عن الفرق بين السنوات الاعتبارية والافتراضية، وسمعنا بعض الإشاعات أن دام انتشر 5 سنوات ما راح تأخذها أو كذا، لو نوضح حق الناس الصورة دي كلها. يعني إحنا نقصد بالمدة الافتراضية الغير ممارسة الوظيفة فيها، الاعتبارية الغير ممولة اللي تضيفينها لمدة خدمة الموظف بدون ما يدفع عنها شيء. أما المدة الخدمة الافتراضية فإحنا ما تكلمنا عنها، لأن الخدمة الافتراضية يكون الموظف هو سدد عنها الاشتراكات ودفع تكلفتها وراح تضم ضمن مدة خدمتها. حتى هذا السؤال سألوني في مركز الدراسات وحاولت أوضحه، لأن تفاجأت إن في صار لبس بين هاي الموضوع بالفعل. بين الافتراضية والاعتبارية. يعني حتى لو نوضحها أستاذة بمثال، إن إذا أنا جيت اليوم شريت سنوات افتراضية اعتبارية افتراضية ولا اعتبارية افتراضية، انت افتراضية صارت اعتبارية بما أنك سددت قيمتها. أنا بوضحها بنقطة معينة. عندنا إحنا التقاعد المبكر، واللي أقصد فيه التقاعد المبكر لما الموظف يوصل إلى سن 55 أنت تعطي المدة المكملة لبلوغ سن 60 برتبها. نعم. هذه المكملة بدون تمويل، هذه أسميها مدة اعتبارية. وفي نفس الوقت هو بيكون شرى 5 سنوات خدمة افتراضية، فال5 سنوات الخدمة الافتراضية بتدخل ضمن مدة خدمته. صح. إحنا اللي نتكلم عنها المدة الاعتبارية. نعم. إن أنا ما راح أعطيك، يعني كأنه ما هني ما فيها عدالة بعد بين الموظف اللي عمره 55 بيطلع أنا بعطيه 5 سنوات مدة اعتبارية وبعطي رتبها كأنه ما هو على الخدمة. نعم. والموظف اللي يقعد لسن 60 ما بعطي شيء. فهني أنت المفروض إنه يكون في عدالة بين الاثنين. فلذلك إحنا كنا نطلب إلقاء المدة الاعتبارية. فعندنا بعد في القطاع الخاص. نعم. إذا الموظف وصل عنده 10 سنوات خدمة ووصل عمره 60 سنة بالنسبة للرجل والمرأة، وصل عمره 60 سنة، إذا وصل عمره 60 سنة لأن مدة التقاعد لازم 15 سنة. نعم. فالقطاع الخاص يعطيهم 5 سنوات مجانية، فتعتبر هاي 5 سنوات مجانية بدون ما يدفع عنها أي شيء. بس يعطيها إياها وتقعد يسجل. يعطيها إياها، فأنا بحصب له المعاش على أساس عندك 15 سنة. فعنده ذي الخيار. صحيح. يا يقول أنا أبي أخذ حقوقي دفعة واحدة، يا أنه يقول أنا أبي معاش فينتظرون. وإحنا متوقعين أنه من الحالات اللي بتكون موجودة فيهم أشخاص عندهم الحين 10 سنوات بس ينتظرون العمر 60 سنة. نعم. راح نواجه هذه المشكلة كلها، راح ندرسها ونعالجها من خلال، لأنها جات من ضمن الأسئلة اللي سألوني فيها وحطيناها وحطينا لها إجابة. فحين هو اليوم إذا كان أنت عندك اليوم معاش تقاعدي، هذه المدة المفروض أن أنا يا تبي تضمها لمدتك الأولية راح نعالج عملية ضمها، أو أن أنت تقول أنا باخذ حقوقها. جميل ان عندكم الاجوبه لكل الاسئله وعندكم دراسه حق المستقبل شو ممكن يصير. وللامانه فواز في تصحيح للوضع. بالضبط. يعني احنا كنا عايشين في سنوات كان فيها بعض الامور مثل هذه الامور، يعني كانت تصرف وكان في بعض التصرفات في بعض ما نقدر نقول انها هي خاطئه لكن كانت غير مناسبه ماليا. يعني انا اذا سمحت لي هي كانت مميزات في فتره من معينه، بس كان في فوائد. بالضبط. نعم. كان في ارتياح وانت تسوين هذه النقطه، وكانت لأسباب أخرى قد تكون، يعني إن أنا بترك مجال للجماعة يدخلون سوق العمل أو بزيد مثلاً لما أنا نقص الاشتراك عن الموظف، كأنما أنا عطيته شو اسمه حافز أو عطيته زيادة، لأن من 7 إلى 5 2% بعد فيها. بس في ذاك الوقت كانت في فوائد. اليوم المفروض الكل يوقف في هذا المشروع، لان احنا اليوم نبي ننقذ الصندوق بان احنا نصرف المعاشات. بالضبط. انا ليش قلت تصرفات خاطئه من بعض القطاع المؤسسات والقطاع الخاص اللي تحاول ان ترفع بعض النسب لبعض موظفينها بناء على معلومات غير صحيحه احيانا. استاذ ايمان، يعني في حديث عن نسبه الاشتراكات وانها ممكن ترتفع، فلو تكلمينا عن نسبه الاشتراك للموظف في صندوق التقاعد، وهل الحكومه تتحمل بعد جزء من هذه النسبه؟ هذه واحده من الاصلاحات الستة اللي باقيه. احنا نبي نرفع الاشتراكات الى 27%. حاليا القطاع الحكومي يدفع 24% والقطاع الخاص يدفع 18%. نحاول نوحدهم بالتدرج، لان بالنسبه للقطاع العام يحتاج 3%، بس بالنسبه للقطاع الخاص يحتاج اكثر من 3%. فراح يكون فيها تدرج،
وراح تعرض في بين الحكومة وبين مجلس الشورى والنواب اللي هي السلطة التشريعية، بيتم المناقشة فيها وبيتحدد من اللي بيتحملها. صحيح. طبعاً إحنا نقول إحنا نحتاج أن تكون الاشتراكات 27%. من يحددها بتكون من خلال المناقشة اللي بتكون إن شاء الله. جميل جداً. لكن يعني أستاذة إيمان، إذا نبي نركز ونبي نذكر حتى المشاهدين، كم هي النسبة اللي تتحملها الحكومة مقابل كم النسبة اللي تتحملها الموظف في القطاع العام؟ في القطاع العام الموظف يتحمل 6% و 18% تتحملها الحكومة. وفي القطاع الخاص؟ القطاع الخاص 6% يتحمل الموظف، لأن في مساواة بين الموظف بين القطاع العام والقطاع الخاص، بس 12% 3% منهم إصابات عمل في القطاع الخاص. نعم. يتحملها صاحب العمل. 6% الموظف في القطاع العام يتحملها الموظف مقابل 17% أو 18%. نعم. المجموع الكلي 24%. هذه قيمة الاشتراك. ممكن يوصل إلى 27 من المفترض أستاذ إيمان. 27 فيحتاج 3%. 3% بس هي نسبة السيئة، لأن بعض مواقع التواصل قاعدة تضخم من العملية وتقول ان النسبه 27% بدون ذكر تفاصيل استاذ ايمان. على طاري فوجب التنويه في هذا الجانب. على طاري السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، انا مر شفت حسبه بس ما اعرف صراحه، يعني اللي قاعدين يسوون كذي ويبون ياثرون على الراي العام ما اعرف شنو هدفهم، حاطين اذا راتب كذا ونقصوه بطريقه معادله رياضيه انا ما اعرف وين، ما انزل الله بها من سلطان. في مقابل ترى في ناس تتوتر، احنا تبون المعلومه اكو موجودين معانا المسؤولين يطلعون يتكلمون بكل شفافيه، واصلا مبدا الاشراك موجود في حكومتنا الموقره، موجود. احنا اليوم قاعدين هنا معاكم عشان نقول لكم الوضع كامل، نطرح ارقام الصناديق الصناديق اللي موجوده، وايضا نقول لهم شنو اللي راح التدابير اللي راح تؤخذ بحذافيرها بدون اي مبالغه فيها او بدون اي نقص. بالضبط. في هذه النقطه بالتحديد انا ودي بعد اخذ شرح كافي وافي عن نقطه الثلاثة بالمئة اللي ممكن تزيد على نسبه الاشتراك، وضحيها لنا اكثر، سهليها للمشاهد، خل توصل للمعلومه بكل سلاسه ويسر. اليوم احنا عندنا 6% للموظف يدفعها. نعم. كان في السابق اول ما بدات الصناديق ترى كان 7%. كان 7% اللي يدفعها الموظف، اللي يدفع الموظف. نعم. 7% وتدفع الحكومة 14%، كانت الاشتراكات 21%. احنا اليوم 21% وصلنا الى 24%، لما صار زيادة 3% تحملتها الحكومة بالكامل. نعم. فصرنا 18% الحكومة و6% الموظف. نزلت النسبة بعد للموظف من 7% الى 6%. ما زالت زادت على الحكومة وقلت على الموظف. بالضبط. فكأن 1% اللي بيتحملها الموظف تحملت عن الحكومة. نعم. الحين اليوم احنا قاعدين نقول لازم نزيد الاشتراكات الى 27%. اذا 27% احنا ما بنقول من بيدفعها، من بيتحملها. نعم. هذه هذه ترجع حق السلطة التشريعية والمناقشة. نعم. يعني تحدد من اللي بيتحملها. في حالة تحمل الموظف للثلاثة بالمئة أو تحمل الحكومة 3%، هاي عن طريق النقاش اللي راح يكون والجلسة اللي راح تكون مع مجلس النواب والشورى. كلها 3%. 3%. أي 3%. يعني لا يفكر مثلاً الموظف إنه بتزيد عليه 3% أو إن الحكومة بتزيد بتتحمل 3%. هذا متروكة للسلطة التشريعية والحكومة إنه يدرسون هذا الوضع وتناقشون. خليني أنا بعد أوصلها بطريقة ثانية. إذا كان الراتب 1000 دينار، 3% تشكل 30 دينار من خلال 1000 دينار، هذه 3%. نعم. يعني بس خلينا نوضحها بطريقة سهلة. وللحين ما بينت الصورة. مو 10%، 3%. 3% يعني. نعم. بعد أقل بالكلام. يعني أستاذة، متى راح يرى هذا التطبيق المرسوم النور؟ متى الواحد راح يشوف هذه؟ إذا إحنا تسألين، إحنا نتمنى في خلال هالشهرين. خلال هالشهرين، لكن متى بتم هذه الأمور اللي تم التوافق عليها اللي هي ثلاث الاشتراكات؟ الإصلاحات اللي صارت الحين. نعم. بيكون تطبيقها من الشهر التالي لصدور المرسوم لصدوره في الهيئة التشريع والإفتاء. نعم. 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 يعني مجرد إنه يطلع في الجريدة الرسمية. نعم. راح يطبق فيه عقب شهر يعني 1/8. 1/8 راح يكون. 1/8. نعم. طموحاتكم في الصندوق أستاذ إيمان، شو اللي تتمنون تشوفونه من صندوق التقاعد؟ استمرار استدامته واستمرار أداء رسالته لجميع المواطنين، بحيث أن إحنا ما نخل بأداء الصناديق بسبب العجز الاكتواري. صحيح. نتمنى أن هذا العجز ننساه إن شاء الله، ويكون في استمرار للصناديق التقاعدية. وهذا الوضع إحنا قاعدين نقوله في كل الدول موجود،
وكل الكل يناقش هذا الموضوع. يعني احنا اليوم نقول من سنة 75 لما صدرت القوانين لقاية اليوم تقريبا 45 سنة. احنا مشينا الحمد لله ل 45 سنة. اليوم وصلنا عندنا هذه الإشكالية. صحيح. ان شاء الله من خلال هذه المعالجة راح نحل هالمشكلة ونستمر بعد فيها ان شاء الله. جانب الاستثمار استاذ ايمان، يعني الكل يتكلم ان صندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد يعتمدون على استثمار قليل المخاطر حتى تضمن رأس المال المدفوع موجود اصلا، صح هذا الكلام؟ اي نعم، لازم الاستثمار يكون آمن. بالذات احنا كصناديق تقاعدية نحتاج السيولة عشان نصرف المعاشات. بالضبط. فاحنا عندنا محفظة استثمارية تديرها شركة اصول، والحمد لله استثماراتها ممتازة، وهي اللي قاعدة تغطي لنا الفرق من العجز من 2012. لأن احنا كنا في السابق نستلم الاشتراكات، ذي الاشتراكات ما كان في ناس تتقاعد بذي الطريقة. صحيح. كنا نضخ ذي الاستثمارات، نضخ ذي الاشتراكات إلى الاستثمارات ويتم استثمارها، فكانت الصناديق قوية في ذاك الوقت. مع زيادة أعداد المتقاعدين اليوم نستلم الاشتراكات ما تقطينا، نضطر ناخذ من اصول تعطينا ريع الاستثمار على اساس نصرف في الفروقات اللي موجوده. صحيح. فهذه الفروقات اليوم اصبحت كبيره ومهمه جدا اصلا ومؤثره. استاذه ايمان، لو تركت لك المجال لكلمه توجهينها او حتى نصائح للمواطنين للمشتركين في حتى صناديق، لك الكلمه. يعني احنا نقول حق كل المشتركين ان لازم يطمئنون، لان احنا اليوم بنحاسب على اشتراكاتهم بحيث ان الصندوق يفي بالتزاماته تجاه المتقاعدين اليوم وتجاه المشتركين اللي يتمنون يوصلون الى سن التقاعد ويحسون ان هم راح يحصلون معاشاتهم. فهذه جدا مهم، لان في وايد تخوف من الجماعه اللي اليوم مشتركين وصغار السن، يقول لك اليوم إذا بتفلس الصناديق احنا شو بيكون وضعنا. فهذه احنا نتمنى نطمنهم، وما دام ان شاء الله كلنا موجودين وجلالة الملك ما بيقصر معانا في هذه القوانين ان شاء الله، وبتكون لصالح الكل ان شاء الله. واكيد حطينا يدنا في يد بعض، اكيد راح وتضامننا اكيد راح يضمن استدامه هذه الصناديق ان شاء الله. كل شكر لك سعاده الاستاذه ايمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئه العامه للتامين الاجتماعي، شكرا جزيلا على حضورك وعلى اجاباتك الوافيه. شكرا حاضرين في اي وقت. شكرا. فاصل مشاهدينا وبالتاكيد راجعين. حالة مصابة راح تجمعات عائلية، وكانت النتيجة أن 33 واحد في هذه العائلة فقط أصابهم اللي هو كوفيد-19. يعني الوضع متعب نفسيا لما أنت تشوف الأشخاص من نفس العائلة، تتعب أن أنت تشوف أفراد نفس العائلة يجون بنفس الكسرة في عيونهم. يعني اضطرينا نحن نفصل الأم عن الولد، وكان بينهم زجاج، فنظرات الأم إلى الولد وحسرتها عليه وصوت بكاء هذا الطفل يعني يرن في إذني. إذا غمضت عيني تغمض عيني بس ساعتين، باقي الأوقات كلها عمل، ما تحس بوقتك بتاتا. التليفون 24 ساعة شغال ليل نهار على طول يعني، فحتى مع وجودي في البيت أكون كأني مو موجودة. شنو ذنب طاقم طبي يجتهد ويتعب ويكافح وفي ناس مستهترة؟ هذه المستهتر بأسلوبه هذه وبعدم اكتراثه بأنه يلتزم بالتعليمات وبالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى انتشار المرض، ولا قدر الله ممكن أن يتسبب في وفاة أحد أفراد عائلته، وهذا أعتقد التأنيب الأكبر. أنا عندي بنت وحيدة كانت في الشهور الأخيرة من حملها، مدة شهرين أنا ما شفت بنتي. لولا دعم زوجي وأولادي ما استطعت أن أصمد. أمي وأبوي تعبانين شوية، كبار في السن، وفراقهم صعب، وعدم قدرتي أنني أعتني فيهم بشكل يعني مناسب يستحقونه بعد صعب علي.
طبعا احنا يسولنا على طول كل اسبوع تقريبا نجري اللي هو العينات على اساس تتاكد، لكن بعد الواحد دائما يخاف انه هو يعدي، وخاصه انه هو بيعدي اقرب الناس له. قبل كم من يوم انا كنت نازله من على الدرج ركير وهو واقف تحت، وقف اقول له وش صاير؟ اللي يقول لي لا انا عبالي جايه تحضنيني، انا ما اقدر حتى اني احضن ابوي. هاي زينب. أتمنى الصحة للجميع ولا تشوفون أي مكروه، نبي بس أنكم تلتزمون. ما حد يتمنى أن أحد عزيز عليه ينحط في هذا الموقف أو أن يكون في هذا السرير. يعني المجتمع هو سلاحنا، يعني وعيه هو سلاحنا الحين في هذه الفترة. إذا هو التزم بمسؤولية فهذه طبعاً بيحمي أحبائه وبيحمي أهله وبيحمي أهل البحرين كلهم. مشاهدينا، بالتأكيد صحافتنا المحلية تلعب دور كبير في ارتقاء المجتمع وتوعيته، وأبدا ما راح ننسى دورها المهم والبارز في زيادة الوعي والثقافة المجتمعية. وبالطبع هذا الدور انطلاقة بمسؤوليتها الوطنية من خلال ما تنشر عبر صفحاتها المطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي اللي صارت تلعب دور أساسي في حياتنا. وكلنا نعرف أن السياحة قطاع في غاية الأهمية للدخل والانتعاش الاقتصادي، وفريق الإعداد اختار لنا أحد المقالات المرتبطة بالاقتصاد والسياحة الداخلية من صحيفة الوطن بقلم الزميلة فاطمة الصديقي بعنوان انعاش السياحة الداخلية في البحرين أولاً. خلنا نتابع بعض ما ذكر في هذا المقال. بعض دول العالم بدأت في فتح باب السياحة واستقبال السواح بعد التعافي الجزئي من جائحة فيروس كورونا، حيث تكبدت معظم دول العالم خلال هذه الفترة خسائر مادية، وقطاعات عديدة تأثرت بشدة من أزمة فيروس كورونا، منها قطاع السياحة. البحرين لديها العديد من المقاصد السياحية الجاذبة التي يمكن الاعتماد عليها في الوقت الراهن. قطاع السياحة في هذا الوقت بالذات بحاجة لتكاتف الجهود لدعم السياحة الداخلية، حيث تنتقل بعدها إلى مرحلة سياحة إقليمية ومن ثم إلى العالمية من خلال خطة استراتيجية متكاملة وضمانات كافية للوقاية من فيروس كورونا، وبذلك تكون المملكة على أتم الاستعداد لاستقبال الزوار تدريجيا. السياحة قطاع في غاية الأهمية للدخل والانتعاش الاقتصادي، وعلى الجميع من أفراد ومؤسسات دعم السياحة استعدادا للعودة من جديد أكثر ثقة وأكثر جذبا للسياحة العالمية. حياكم الله من جديد المشاهد الكرام. دائما في حديثي مع مخرجنا عبد الرحمن مناعي دائما نتكلم عن لقطات البحرين. وين هي عبد الرحمن؟ ما كنا نشوف لقطات البحرين في آخر حلقات البرنامج. قال اليوم لك مني لقطات جوية جميلة جدا لمملكة البحرين، بس غطى عليه الموضوع انه ما عرفنا من اي محافظة يا لولو. لا مو كذي بعد، انا وعدني انه يحط لي اغنية جميلة حق الجميري راح تشتغل صاحب اللقطات الجوية اللي راح تطلع معنا. شنو الاغنية يا لولو؟ والله ما أعرف، قال لي مفاجأة. خلاص نشوف لقطات جوية لمملكتنا الحبيبة مملكة البحرين، ونشوف فيها بعد مع صوت أحمد الجميري. وطني 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 يا روض الخليج النادي، يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي. وطني أيا روض الخليج النادي، يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي. يا فخره وبه الحصون منيعة، يا فخره وبه الحصون منيعة،
يا عزه رغما عن الحساد. حقك في الزمان اللي
وطني 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 أيا روض الخليج النادي يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي وطني أيا روض الخليج النادي يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي يا فخره وبه الحصون منيعة يا فخره وبه الحصون منيعة يا عزه رغما عن الحساد. حياكم الله مشاهدينا، احنا ترى يمكن نروح عالم ثاني مع الاصوات البحرينيه الجميله لما نشوفها، واذا جات على هذه الاصوات لقطات اجمل من مملكتنا الحبيبه، يعني لما تسمع صوت احمد الجميري، تسمع صوت الفنان محمد علي عبد الله، تسمع صوت خالد الشيخ، انا لو بعد اسماء الفنانين البحرين وبرجع بعد ورا لفن الصوت محمد زويل ومحمد بن فارس وغيرهم، يعني بكون في مجال اخر وبكون في عالم ثاني من الفن البحريني الأصيل يا لولو. يعني صديقتي الأغنية الوطنية لها أثر كبير في نفسنا، مهما صارت قديمة كل ما يكون لها شعور مميز، وحتى الأغاني الحديثة والأوبريتات اللي تغنت في حب الوطن وحب جلالة الملك قائدنا حمد، كل هذه الأمور فعلا فعلا تزيد من قيمة الوطنية عندنا. أنا وايد أحب أني أنا فعلا أطالع في هذا البرنامج فقرة غنائية وطنية وتصاحبها صور من مملكتنا الحبيبة الجميلة البحرين. وعلى طاري الأوبريتات يا لولو، يعني دائما احنا نشوف في قناة بحرين الأول اللي وجه له التحية على ما تبثه من برامج مميزة جدا تذكرنا بالماضي الجميل اللي تخلينا نتفائل بمستقبل مشرق بلا شك. الأوبريتات اللي تكلمت عنها لولو كنا نشوفها في حفلات العيد الوطني الجميلة جدا، هالمناسبات الوطنية نشوفها في حفلة عيد العلم، أوبريتات يقدمها أو تقدمها مجموعة من طلاب المدارس من مختلف المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية، نشوفهم شلون يتغنون بحب الوطن وبحب القيادة الله يحفظها. خلنا نروح حق موضوع آخر، ومن إيجابيات أيضا تحدي فيروس كورونا أن أظهر مقدرة البحرين بكل قطاعاتها ومؤسساتها على إدارة هذا التحدي بكل مهنية وحرفية عالية، وشفنا مبادرات كثيرة من مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص أيضا للتكيف مع هذا المستجد وتقديم الخدمات بطرق وأساليب مختلفة. بالطبع فواز، ولما نتكلم عن التعليم كون العنصر الأساسي والقطاع الحيوي المهم اللي يعني كل أسرة بحرينية ومستقبل البحرين هو بالدرجة الأولى، وخلال هذا التحدي نجحنا في إيجاد طرق جديدة لاستمرار التعليم للطلبة وتعزيز مدارك الطلاب في باقي الجوانب الثقافية والتعليمية اللي من شأنها أنها تساعد في تثقيف وتوعية الطلبة. ما في شك أبدا يعني على هالمبدأ فريق إعداد برنامج مجتمع واعي، ومن منطلق حرصه على إيصال رسالة التعليم والثقافة عبر كل المنصات المتاحة تواصل مع أحد المدرسين بوزارة التربية والتعليم وبالتحديد هو الأستاذ إبراهيم البردولي، جهزوا لنا فقرة مع الأستاذ إبراهيم البردولي بعنوان ثقافة تربوية، خلينا نتابعها وياكم راجعين. الإجازة الصيفية فرصة لوضع خطة صيفية خاصة بالأبناء عشان نحثهم على القراءة خلال الإجازة الطويلة، خصوصا أن الأطفال اللي لا يقرؤون في فترة الصيف يفقدون بعض المهارات اللي سبقوا اكتسبوها خلال عام الدراسي، وهني يتحمل الآباء مسؤولية توفير فرص تعليمية أثناء العطل الدراسية وضرورية عشان يعززون مهارات أبنائهم ويخلونهم على المستوى المطلوب للعام الدراسي المقبل. تعد قراءة القصص والكتب واحدة من هذه الفرص، إذ من المهم جدا أن نشجع الطفل على اقتناء الكتب وقراءتها خلال الإجازة. شلون؟ الطريقة جدا سهلة، في بعض الأمور لازم نضعها في الحسبان. خلونا أولا أن لا نجعل من القراءة واجب مفروض بالقوة على الأبناء، ونخليها هدف مرتبط بالحوافز اللي نغري فيها الطفل. إذا هني إيه دورك أنت يا ولي الأمر، وهو أنك توفر كتاب يتناسب لفئة عمر ابنك والمستوى الفكري له، سواء كان قصة أو كتاب خيالي أو مادة عبر الإنترنت أو صحيفة أو مجلة، فالقراءة هي الهدف. وعشان أسهل عليكم المهمة بعطيكم بعض النصائح اللي ممكن أنكم تطبقونها مع ابنائكم. رقم واحد، اختار كتاب واطلب من ابنك أنه يقرأ كلمات متنوعة في أكثر من صفحة، إذا أخطأ أكثر من مرتين معناته أن الكتاب ليس من مستواه الفكري وتحتاج أنك تستبدله بكتاب آخر. رقم اثنين، هو أن نجعل القراءة جزء من الروتين اليومي،
وهني على الآباء القيام بتحديد موعد يومي للقراءة، وعادة ما يكون بين 20 إلى 30 دقيقة. رقم 3 هو تخصيص الأسرة وقت للقراءة سويا من خلال جلسات عائلية لقراءة قصة معينة، وهي هني الفرصة الذهبية اللي نعرض فيها المفردات والمفاهيم وتعليم الأبناء مصطلحات جديدة. وهنا من الجميل جدا أن يقرأ الأب والأم أحيانا بصوت عالي، وأيضا يستخدمون الشخصيات الكرتونية اللي تجذب انتباه الطفل. وحلو أيضا أن الطفل يتعلم كيف يحلل القصة عن طريق عمل خريطة ذهنية، ويبتدي يستنتج عناصر القصة من عنوان وزمان ومكان وغيرها من العناصر. طبعاً هالشيء يأتي في إطار استثمار موارد المجتمع ومساعدة أبنائنا على تطوير مهارات القراءة الجيدة وتطوير الذات، والأهم من ذلك هو أن ننمي مهارات التفكير العليا عندهم عشان نتمكن من خلق مجتمع مثقف عنده القدرة والمخزون اللغوي اللي بالفعل راح ينعكس تلقائياً على مهارات الكتابة والتحدث في المستقبل. ونعطيهم أيضاً الفرصة أنهم يتذوقون متعة القراءة التي يمكن أن تكرس في نفوسهم مدى الحياة. خلونا نتكاتف جميعاً في تحويل المطالعة من قراءة إلى متعة وفائدة لأبنائنا الطلبة. الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة على توفير بيئة صحية لجميع المترددين على الخدمات الصحية، ومنها المركز الوطني لفحص الكورونا بأرض المعارض، حيث تم تخصيص قاعات مختلفة لعمل الفحص تخدم الأهداف المنشودة من هذه الفحوصات للفئات المختلفة. كذلك لما يكون دخولهم إلى داخل القاعة هناك علامات واضحة لكل فحص، من التسجيل إلى الاستقبال، أخذ المعلومات من المرضى إلى ما يطلع ويترخص من المكان. تم مراعاة التباعد الاجتماعي ما بين كل مريض وآخر، الكراسي تكون متباعدة بمسافة 2 متر، ويتم تعقيمها بعد قيام كل مريض للفحص قبل جلوس المريض الآخر. لا يتوقف الأمر عند هاي الموضوع، لكن يتم المتابعة المستمرة، ولو شفنا إن في بعض الحالات تحتاج لإدخال لحين ظهور النتيجة يتم توفير مكان مخصص ومنفصل تماماً عن المترددين للفحص بشكل مباشر، بحيث إنه يكون هذه الأماكن منفصلة وتلتزم بالقواعد العامة لمكافحة العدوى. بالإضافة إلى أمور التعقيم، يتم التعقيم بالمواد المعتمدة والمسجلة لدى وزارة الصحة ووكالة صحة البيئة باستخدام آلات رش المعقمات واستخدام آلات التبخير التطهيري واستخدام جهاز الألترا فايلوت لايت للأشعة فوق البنفسجية. احنا ككوادر طبية في الصفوف الأمامية في عيادات أرض المعارض نلبس الملابس الوقائية، من الرأس نلبس الواقي للشعر والملابس إذا كنا لابسين حجاب، القناع نلبس اللباس الوقائي للملابس الخارجية، وأيضاً قطاع للأحذية. كل هذه الملابس الوقائية وفرت لنا حكومتنا الرشيدة بصورة دورية وبدون انقطاع لوقايتنا من الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الشخص اللي احنا نقوم بفحصه. لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية يتم التعاون مع الدفاع المدني يومياً لتعقيم مركز المعارض لتحقيق أكبر نسبة من التعقيم ومنع الخطورة من انتشار العدوى ما بين العاملين والمستفيدين من الخدمة. وهذا الإجراء هو إجراء احترازي وتدبير وقائي من أجل وقاية جميع المراجعين والمرضى ووقاية الطاقم الطبي من انتقال العدوى داخل المنشأة الصحية. وفي الختام نتمنى الصحة والسلامة للجميع.
مشاهدينا راح ننتقل معاكم الحين إلى زميلي فواز اللي راح يستعرض معنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين لهذا اليوم. تفضل فواز. شكرا. بالتأكيد راح نستعرض في هذا العرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الأربعاء 15 من شهر يوليو 2020. فقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 685 ألف فحص، وهي النسبة التي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. وقد بلغت الحالات القائمة 4209 حالات، وضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 4163 حالة، فيما يبقى 46 شخص تحت العناية، نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. الحالات القائمة التي تتلقى العلاج تبلغ 97 حالة، أما المتعافون فيبلغون 29,753 متعافي، الوفيات 116 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 600 حالتين جديدتين بفيروس كورونا، منها 351 حالة لعمالة وافدة و234 حالة لمخالطين و17 حالة قادمة من الخارج، وتسجيل 5 حالات وفاة وتعافي 554 حالة. هذه كانت آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم. أما المتعافين اللي ذكرتهم قبل شوي يبلغون 654 متعافي. والكلمة الآن للألواء. شكرا لك فواز، الله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. مشاهدينا الكرام، كل الخطوات الرائدة اللي قامت بها البحرين في تنفيذها للمبادرات والبرامج النوعية وخصوصا في المجال الصحي تعد نموذج يحتذى به في العالم كله، وهي خطوات متواصلة تطلب منا جميعا الحفاظ عليها. بالتأكيد، لأن دعم متكاتف المجتمع البحريني الواعي بمسؤوليته تجاه الوطن يعد من أبرز مرتكزات النجاح لكافة الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين. وكل إجراء تتخذه أو يتخذه الفرد نشوف أنه سهل وما يتطلب الكثير، إلا أن لغة الأرقام تعني الكثير والكثير في عدم زيادة أعداد الحالات، في التخفيف عن كوادرنا في الصفوف الأولى، وفي سلامتنا وسلامة أهلنا ومجتمعنا. ومشاهدينا، يعني قبل ما نختم في خاطري كلمة ودي أقولها، ودي أقول حق أبهاتنا وأمهاتنا وإخواننا المتقاعدين أو حتى المقبلين على التقاعد، ترى أنتوا تعبتوا وقدمتوا كل اللي تقدرون عليه لخدمة هذا الوطن الغالي علينا كلنا، ما بخلتوا على الديرة بوقتكم ولا بجهدكم. تأكدوا أن البحرين وطن الخير ووطن ما ينسى فضل عيال عليه، ومسؤوليننا وشيوخنا وعلى راسهم ملكنا الغالي الله يحفظه ويرعاه ما بيرضون المضرة حق عيال هالوطن. وكل الإجراءات اللي قاعدة تصير على صناديق التقاعد ترى هي إجراءات ضرورية، إجراءات الهدف منها أن يتم هذا الصندوق يقدم رواتب التقاعد حق المستحقين من الأجيال القادمة. فلا تسمعون الأصوات النشاز والناس اللي قاعدة تحاول أن هي تصطاد في الماء العكر، واخذوا المعلومة من مصدرها. تفائلوا بالخير دائما، وخلوا ابتسامتكم موجودة. الله بيحفظ هذا البلد ويحفظكم ويحفظ البحرين من كل شر. تصبحون على خير. تصبحون على خير.